أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. جاء في صحيفة البصائر: منظمة العفو الدولية: العراق من أكثر الدول تنفيذا لحكم الإعدام. وفي المدى نقرأ: أطباء بلا حدود، أطفال في الموصل مصابون ببكتيريا مقاومة المضادات الحيوية. وفي الزمان نطالع: الهلال الأحمر، نحو 2300 عائلة تضررت جراء الفيضانات والسيول. وفي الهيانات: هيئة علماء المسلمين تثمن ثبات الأحوازيين ضد سياسات إيران القمعية. وجاء في العرب الجديد: الجزائر، بن صالح يعلن إجراء انتخابات رئاسية في 4 حزيران المقبل. ونطالع في الحياة: المعارك تتكثف حول طرابلس قبل جلسة مغلقة لمجلس الأمن. ونقرأ أخيرا وليس آخرا في العرب اللندنية: بروكسل تسعف تيريزا ماي بمهلة جديدة لتجاوز مأزق بريكسيت. أهلا بكم. اعتبر موقع المونيتور الأمريكي في تقرير له أن الأراضي العراقية جاهزة لاندلاع معركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في العراق. غدا إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف قوة الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية. الموقع لفت إلى أنه في الوقت الذي تعد بعض الدول مثل لبنان، سوريا وأفغانستان من أبرز الأماكن التي يمكن أن تشهد اشتباكات أو مواجهة بشكل مباشر أو عبر وكلاء بين طهران وواشنطن، يبقى العراق الأبرز والأكثر جهوزية بين جبهات هذه الدول بسبب الوجود العسكري الأمريكي ومستوى التأثير الإيراني الذي يمتد من المجموعات العسكرية إلى داخل المؤسسة العسكرية العراقية. وأضاف أن المرحلة التي تلت رحيل الرئيس العراقي صدام حسين في العام 2003 أدت إلى حصول فراغ حاولت كل من الولايات المتحدة وإيران أن تملأه خلال 16 عاماً الأخيرة، وبعدها أصبح العراق مساحة للنفوذ المتنامي بين البلدين وكذلك مكاناً للحرب بالوكالة بينهما. ولكن في فترة تصاعد تنظيم داعش في عام 2014 تولدت فرصة نادرة للبلدين بأن ينسقا معركتهما ضد داعش في العراق، وبعدها تغيرت قواعد اللعبة، في حين أن نظرة إيران للعراق تغيرت تدريجيا خلال السنوات الأخيرة، وأصبح حلفاء إيران أكثر تدريبا وتجهيزا عما كانوا عليه من قبل في أيام الغزو الأمريكي للعراق. ويشير الموقع الأمريكي إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي طالب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بإخراج القوات الأمريكية من العراق في أسرع وقت ممكن، لأنهم حين يمكثون عسكريا في بلد ما لفترة طويلة تصبح عملية إخراجهم صعبة جدا، فيما حذر عبد المهدي من أن قرار الولايات المتحدة تصنيف الحرس الثوري الإيراني تنظيما إرهابيا قد تكون له عواقب سلبية في العراق والمنطقة برمتها. قالت صحيفة العرب اللندنية أن تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني تنظيما إرهابيا يعتبر خطوة باتجاه تقييد نفوذ إيران في العراق. وأشارت الصحيفة في تقرير لها أن هذا القرار يضع تحركات قائد فيلق القدس الإيرانية الجنرال قاسم سليماني في العراق في دائرة الضوء، ويرسم علامة حمراء أمام الجهات العراقية التي اعتادت التعامل معه بأريحية تامة وإقحامه في مسائل أمنية وحتى سياسية. الحكومات العراقية رفضت تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في موقف بدا انعكاسا لنفوذ قوى عراقية ذات علاقة قوية بإيران داخل مؤسسات الدولة العراقية ولقدرتها على توجيه القرار العراقي، سواء تعلق الأمر بالسياسات الداخلية للعراق أو بسياساته الخارجية وعلاقاته بباقي الدول.
ومن تلك القوى العراقية وقيادتها من له صلات مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني، على غرار العلاقة الوطيدة التي تجمع قادة فصائل شيعية مسلحة بقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني. ويمكن لهذا التصنيف أن يشكل قيداً للنفوذ الإيراني في العراق، إذ تضع تلك الخطوة تحركات قاسم سليماني على الأراضي العراقية في دائرة الضوء، وتضع من يتعامل معه تحت طائلة فرض عقوبات أمريكية. وجاء القرار الأمريكي في وقت يشهد جدلاً إيرانياً داخلياً بشأن إدارة الملف العراقي، إذ يتبع خامنئي نهجاً متشدداً يقوم على ضرورة ولاء العراق الكامل لإيران، فيما يحاول الرئيس الإيراني حسن روحاني إبداء قدر من الاحترام لنظرائه العراقيين. ويعتقد مراقبون أن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية سيعزز حضور روحاني في الملف العراقي بصفته البديل المناسب لخلافة سليماني. الصحيفة تنقل عن مصادر مطلعة قولها أن قادة الميليشيات في العراق يدرسون الآثار المحتملة للقرار الأمريكي على مصالحهم، وربما يلجؤون إلى الحد من تواصلهم مع الحرس الثوري حاليا لحين التوصل إلى طريقة تعامل تجنبهم الأضرار. طبعا من الظواهر البارزة التي رافقت العملية السياسية الجديدة بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 وصعود نجم الإسلام السياسي كقادة لهذا البلد هو شيوع العدمية بين معظم أفراد الشعب العراقي. سلام حربة يرى في صحيفة المدى أن هذا الأمر لم يأتي من فراغ، بل امتد وتجذر عميقا في عهد الديمقراطية الجديد نتيجة الممارسات السياسية للكتل الحاكمة، سنية كانت أم شيعية أم كردية. إلغاء دور المواطن وتهميشه والتنكيل به حد الموت وإلغائه من خارطة الوجود دون أن يلتفت أحد إلى تضحياته وقدراته وإبداعاته منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921، وحتى نظام المحاصصة الطائفية والعرقية الذي عمل به منذ 2003 وحتى يومنا هذا. لقد قاد ذلك إلى غياب الإرادة الوطنية وإبعاد كل صوت وطني شريف، وإلى صراع طائفي وعرقي لا من أجل مصلحة البلد والشعب، بل لتصفية الحسابات والاستحواذ على خيرات هذا الشعب وتقسيم البلد إلى كانتونات هزيلة ومناطق جغرافية هشة سهلة النفاذ من قبل دول الجوار والأجندات المرتبطة بهذا البلد. لم يفكر الكثيرون من قادة الإسلام السياسي يوما واحدا بمصلحة هذا الشعب، بل عملوا على إضعاف الدولة العراقية وتقوية نفوذهم من خلال الاستحواذ على السلطة ومناصبها ومغانمها وسرقة المال العام، حتى أن أي كتلة سياسية عراقية خاصة الطائفية منها ما تملكه من إمكانيات مادية ولوجستية يعادل ما تملكه الحكومة العراقية، وأصبح حاضر المواطن ومستقبله بين أحزاب وعصابات وميليشيات خارجة عن القانون لا مانع لديها أن تمارس عملية القتل والسرقة في وضح النهار دون خوف أو حسبان لأي مساءلة من جهة قضائية أو حكومية. الكاتب يرى أن المواطن العراقي أصيب في النهاية بالإحباط والخذلان، لأن كل ما رسمه في عقله قد تبخر الكثير منه، بل ولم يعد ممكن التحقيق. وغالبا ما كان يصطدم الشعور الوطني الثوري بجدران كونكريتية صلبة قامها الفاسدون ومرتزقتهم حولهم حتى لا يسمعوا ولا يروا ولا يتكلموا حتى. ولم يجد الكثير من المواطنين مخرجا للهروب من هذا الواقع إلا بالانكفاء على ذواتهم واجترار فشلهم وهزيمتهم. هل تلاشت آمال الربيع العربي أم أنه لم يولد أصلاً؟ قال صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أنه بعد أن تلاشت آمال الربيع العربي في 2011 في التغيير، فإن المشاهد القادمة من السودان والجزائر تؤكد أن هذا الربيع يتجدد، وأن رسالته هذه المرة تقول لا تعتمد على الطغاة لتحقيق الاستقرار.
هذه المشاهد كما تقول الصحيفة تذكر بما جرى في عام 2011 وتطرح أسئلة جديدة قديمة حول إمكانية حصول التغيير في البلدان العربية. تقول الصحيفة إن الحكومات الاستبدادية في جميع أنحاء المنطقة سعت إلى إعادة تذكير شعوبها بأن الثورات الشعبية لا تؤدي إلا إلى نتائج عكسية، غير أن الثورات في كل من الجزائر والسودان تحاول هي الأخرى أن تعيد إنتاج ثورات الربيع العربي بتأكيد الطابع السلمي للثورات، وأن التظاهرات غير العنيفة وبأعداد كبيرة قادرة على أن تقلب حتى الأنظمة الدكتاتورية الراسخة. وتنقل الصحيفة عن الناشط والمفكر السوداني أمجد فريد قوله إن ما يجري اليوم مستوحى من ثورات الربيع العربي 2011 ودرس لكل الثورات في جميع الأوقات. وتشير الصحيفة إلى أن الاضطرابات المتجددة في جميع أنحاء شمال إفريقيا تؤكد أن المشاكل الأساسية التي أدت إلى تفجر انتفاضات الربيع العربي استمرت في التفاقم، بما في ذلك ارتفاع أعداد الشباب الساقطين والاقتصادات المغلقة والفساد، ما أدى إلى عدم إمكانية استيعاب الباحثين عن فرص عمل في وقت لا تستجيب الحكومات الاستبدادية للجمهور. ويقول جميع النشطاء في السودان والجزائر إنهم يحاولون ألا تكون تحركاتهم ذات نفس النهايات التي آلت إليها أوضاع دول الموجة الأولى من الربيع العربي والتي سقطت معظمها في الفوضى ما عدا تونس. الصحيفة تشير إلى أن منظمي الاحتجاجات في السودان والجزائر يؤكدون أن القادة العسكريين في كلا البلدين يستخدمون الأساليب التي لجأ إليها نظرائهم في مصر، وأنه لا يمكن الاعتماد على الحكام الدكتاتوريين لتحقيق استقرار دائم. ما هو المطلوب؟ المطلوب هو ضغط دولي في اليمن، هكذا كانت افتتاحية البيان الإماراتية، حيث جاء فيها: طال الانتظار وعم التشاؤم بشأن مصير اتفاق السويد الموقع في منتصف ديسمبر الماضي حول العملية السياسية في اليمن، وبات واضحا للجميع من هو المسؤول عن عرقلة تنفيذ الاتفاق ومن الذي يرفض تنفيذ بنوده، خاصة إعادة الانتشار والانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة. صحيفة البيان الإماراتية تدعو في افتتاحيتها المجتمع الدولي إلى الضغط أكثر على ميليشيات الحوثي من أجل تطبيق اتفاق السلام في اليمن. تقع على عاتق الحوثيين في الوقت الراهن مسؤولية إنهاء عرقلتهم تنفيذ اتفاق ستوكهولم واحترام التزاماتهم المتعلقة بالانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، والسماح بوصول أكثر من مرة تعيد ميليشيا المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. الحوثي الإيرانية بأنها ستلتزم بتنفيذ الاتفاق وتدعو المبعوث الدولي مارتن جريفيث للحوار معها، ثم يعود جريفيث من الحوار بخفي حنين من دون أي نتائج. وآخر هذه اللقاءات والحوارات بالأمس القريب بين جريفيث وزعيم الميليشيا الإنقلابية ولم يسفر عن أي نتائج، ولم يجد المبعوث الدولي ما يقوله للصحفيين بعد اللقاء ورحل ملتزما بالصمت. لم يعد الأمر يحتمل الاستمرار، ولا بد من التدخل الدولي للضغط ليس فقط على الميليشيا الحوثية بل أيضا على إيران التي تقف وراءهم وتوجههم لعرقلة تنفيذ بنود اتفاق السويد الذي يمهد لإنهاء العبث الإيراني في اليمن. ولهذا وجهت الحكومة اليمنية والسعودية والإمارات رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تطالب بوضع حد لانتهاكات الحوثي وإيران لاتفاق السويد، ومنع الميليشيا وصول المعونات لليمنيين ونهبهم مساعدات الإغاثة الإنسانية. وتختتم الصحيفة افتتاحيتها بالقول: من الخروقات واضحة والمسؤول عنها واضح، ويبقى دور المجتمع الدولي في وضع حد لمأساة اليمن وشعبه. أظهرت نتائج الانتخابات الإسرائيلية انقساما حادا داخل المجتمع الإسرائيلي، وانعكس هذا الانقسام على نتائج الانتخابات التي كرست هذا الواقع، إذ فشل
أي حزب في الحصول على الأكثرية المريحة التي تمكنه من تشكيل حكومة من دون تحالف مع أحزاب أخرى. صحيفة الخليج ترى أن هذا الانقسام يعني اختلافا في السياسات، وخصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وفي النظرة المستقبلية تجاه التعامل مع وسائل البحث عن حلول لها. صحيح أن هناك انقساما حادا تجاه قضايا الداخل الإسرائيلي، لكن بالنسبة للقضية الفلسطينية هناك اتفاق عام، ولا توجد أي خلافات جوهرية في المواقف، فالكل سواسية في اعتبار القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، وفي رفض قيام دولة فلسطينية، وفي عدم الانسحاب من أي أرض عربية، وفي رفض حق العودة، وفي استمرار السيطرة العسكرية على الضفة الغربية، وفي مواصلة حصار قطاع غزة، وفي تعزيز قوة الردع الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين والعرب. نتنياهو الذي اعتبر نتائج الانتخابات نصراً عظيماً لم تمكنه الهدايا السياسية التي قدمها إليه الرئيس الأمريكي ترامب، مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، ومن ثم الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، من تحسين حظوظ الليكود في حسم الانتخابات لصالحه والحصول على الأغلبية المطلقة، إلا أنه أثبت أنه لا يزال يحظى بتأييد معتبر من المجتمع الإسرائيلي. لكن بالمقابل فإن جانتس الذي يخوض الانتخابات للمرة الأولى أثبت قدرة على أن يكون نداً لنتنياهو الذي يتولى السلطة منذ العام 2009 ويسعى للحصول على ولاية خامسة بالتحالف مع معسكر اليمين بالرغم من سجله المثقل بالفساد، حيث يواجه تهماً في 3 قضايا فساد مع زوجته. وبحسب صحيفة الخليج الإماراتية فإن المهم بالنسبة للفلسطينيين ومعهم العرب كذلك أن هذه الانتخابات لا علاقة لهم بها لا من قريب ولا من بعيد، والرهان على أي حزب إسرائيلي هو رهان خاسر تماماً، لأن الكل يتنافس على من ينهب حقوقنا أكثر ومن لديه القدرة أكثر على ارتكاب مجازر وجرائم أكثر. بعيدا عن السياسة، تمكن علماء فلك من التقاط أول صورة على الإطلاق للثقب الأسود الذي يقع في مجرة بعيدة، وكشفوا عن أن مخرجي السينما الأمريكية هوليود كانوا دقيقين جدا في تصويرهم لهذه الظاهرة الكونية المعروفة بحسب ما نقل موقع الجزيرة نت. وتبلغ مساحة الثقب 40 مليار كيلومتر، أي 3 أضعاف حجم الأرض، ويبعد الثقب 500 كوادريليون كيلومتر عن الأرض، وكوادريليون يساوي مليون تريليون تقريبا. واشترك في تصويره شبكة من 8 تلسكوبات في جميع أنحاء العالم. وقال البروفيسور الذي اقترح التجربة وهو هينو فالك من جامعة رادبود في هولندا إنه تم العثور على الثقب الأسود في مجرة تسمى M87، وأضاف أن ما نراه هو أكبر من حجم نظامنا الشمسي بأكمله. ويقول عضو فريق الفلكيين الدكتور زيري يونسي من جامعة لندن إن الصورة التي أخذت للثقب تتطابق تماماً مع ما كان يتخيله علماء الفيزياء النظرية ومخرجو هوليود. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.